الله عن سكوير بلانر كريستال في سبليتنج. في المرات الماضية أخذنا اللي هو أكتاهيدرال، تمام، وعرفنا كل هذا الحكي. أنا أرجع عليه كل هذا الحكي من هون، كل هذا أكتاهيدرال، تمام، هذا كريستال فيل للأكتاهيدرال. كل هذا الحكي عن الأكتاهيدرال، كيف ينقسم تي تو جي وإي جي، وكيف يصير يعني كومبريست ولينجيشن، وإيش العوامل. كل هاي الأشياء أخذناها بالنسبة لمين؟ للتتراهيدرال، للأكتاهيدرال. اليوم رح نأخذ سكوير بلانر وتتراهيدرال، فقط شريحة واحدة لكل منهما. فسكوير بلانر كريستال فيل سبليتنج، طبعا لما يحكي سكوير بلانر طلعوا هذا الشكل. هذا الشكل هو أكتاهيدرال، يعني رابطة للداخل أو ليجند للخارج، وهون للداخل وهون للخارج، وهون على مستوى الورقة، تمام. الآن لو لغينا هاي ولغينا هاي، شو بصفي معنا؟ بصفي معنا سكوير بلانر. فالسكوير بلانر هو مشتق من وين؟ مشتق من الأكتاهيدرال. إذا we can derive سكوير بلانر كريستال فيل splitting from octahedral by removing. إذن هذا المحور اللي لفوق هو الزد أكسس، تمام. لما إحنا نحذفه بالمرة فنعمل له stabilization، نعمل له ثبات إنه هذا ما عليه أي غبار، يعني ثابت، يعني ما في لا زيادة ولا نقصان في طاقته. وبالتالي لما نعمل remove للأكسيال أكسس اللي هو الزد أكسس، so any orbital with z component will generally stabilized. Stabilized يعني طاقته تنزل، يعني الأكتاهيدرال الدي زد سكوير فوق، تمام، شو رح يصير لها؟ رح يصير لها دروب في الطاقة حتى انه اقل من الباري سنتر، تمام. واي فلك في زد هون وهون اللي هو دي اكس زد دي واي زد، كمان رح يصير لهم stabilization لتحت. اذا هذا الشكل لحد هون هو أكتاهيدرال. الآن بما أن السكوير بلانر مشتق من الأكتاهيدرال، إذا أنا أرسم الأكتاهيدرال وبعدين أي شيء في زد أنزله تحت. فنزلنا الإكس زد والواي زد، ومن اللي فوق نزلنا الدي زد سكوير حتى تحت الإكس واي، تمام. بالتالي يسبان ديكريز إن إنيرجي بهذا الشكل. الآن هذا الفرق في الطاقة ما بين دي إكس واي ودي إكس تربيع وواي سوي تربيع very large, very large، كبير جدا. So D8 complex. إيش ليش تحديدا D8 complex؟ لأنه لما بدي أوزع 8 إلكترونات، 1 2 3 4 5 6 7 8، فإجباري يكون diamagnetic. إجباري يكون diamagnetic، يعني ما فيش فيه إلكترونات منفردة. إذا D8 complex R diamagnetic إذا كانت square. إذا D8 في square planar دائما diamagnetic، وهي حط لكم إياها هون أنا بس متحدث. So D8 square planar تحديدا square planar complex are low spin and usually diamagnetic because the four pairs of D electron fill. لأن الأربعة أفلاك تاع D مليانة بإلكترونين، بالتالي ما في أي إلكترونات منفردة، ما في أمبير إلكترون، بالتالي ما في عندي صفة مغناطيسية، فيوصف أنه diamagnetic. من الأمثلة عليه احفظوها، هذول الأربعة الخمسة: نيكل موجب اثنين، بلاديوم وبلاتينوم، الريديوم موجب واحد، والذهب موجب ثلاث. كل هذول D8 وكلهن low spin وكلهن diamagnetic complexes، يعني كونن diamagnetic complex. التتراهيدرال كومبلكس. التتراهيدرال كومبلكس يعني هو، إذا بدنا يعني سريع نحفظه، طلع قلنا إنه دي زد سكوير دي إكس سكوير ماينس واي سكوير لفوق، دي إكس واي دي إكس زد دي واي زد لتحت، سمينا هذولا تي تو جي، وسمينا هذولا إي جي. هذا وين؟ هذا في الأكتاهيدرال. في التتراهيدرال بدي أعكس هذولا الأفلاك اثنين لتحت، هذول الثلاثة أفلاك لفوق. إذن هذه رسمة مين؟ رسمة التتراهيدرال. والتتراهيدرال
يعني لما نجي نعطي له رموز السيمتري بنقول هنا E وهنا T2، ما في G، ما في G، تحفظوها هيك. طبعا نشتقها إن شاء الله بعدين من السيمتري كاركتر تيبل. و only high spin في التتراهيدرال complex are known because delta is small. الفرق ما بين هذولا دائما قليلة، يعني من هون لهون دائما قليلة، وبالتالي يعني طاقة القفز أقل من طاقة البيرنج، وبالتالي دائما أبدا يعطيني high spin، يعني الإلكترونات منفردة كثيرا. دي أور نرجع من جديد، دي orbital splitting pattern in tetrahedral TD ligand field is much harder to derive than octahedral because none of four ligand، يعني الأربعة ligand هذا المركزي، none of four ligand are coming in directly along the XYZ axis. يعني أنا عندي X هيك مثلا وهذا الزد، الآن التتراهيدرال يا جماعة بيكون هيك، يعني ما لهش علاقة في هذا الخط، ورابطة تلاقيها هون، ورابطة تلاقيها هون، ورابطة تلاقيها هون، وبالتالي ما فيش واحد منهن هاي لبرا طبعا، بالتالي ما فيش واحدة من هذول الأربع روابط ماشية مع الإكس والواي والزد، عشان هيك الاشتقاق كريستال فيل سبليتنج للتتراهيدرال شوية صعب. إذا السبب إنه اشتقاق التتراهيدرال أصعب من الأكتاهيدرال لأنه ولا ليجند من الأربعة are coming directly along the XYZ axis، therefore the ligand are interacting with the orbital on the metal cation that are in between. يعني بمعنى آخر رح تصطدم، يعني بما انها جايه من هون اذا هي جايه بين الاكس والزد مثلا او بين الاكس والواي او الى اخره، طالما بين اذا هي راح تعمل انتراكشن وين مع هاي الافلاك الثلاث، عشان هيك طلعت طاقتها لفوق، تمام، دي اكس واي دي زد دي واي زد، لانه الروابط الاربعه جايه بين المحاور وليست على المحاور، فالمحاور طاقتها راح تنزل، يعني عكس تماما عكس الاوكتاهيدرال، تمام. بالتالي هذه الرسمة، وبتعطينا دائما أبدا دلتا قليلة ويسموها دلتا تيت أو تي لحالها، وتساوي زي ما حكيناها مبارح تقريبا نص الدلتا أكتاهيدرال، تمام. وبتعطينا سمول سبليتنج، إذن هي هاي سبين. هون مقارنة سريعة بين هذا أكتاهيدرال دلتا أو أكتاهيدرال، وهنا دلتا تي تتراهيدرال، لاحظوا الفرق شاسع جدا، يعني هون فرق كبير مقارنة بالفرق القليل هون، فبالتالي هاي المسافة من هون لهون تقريبا نص هاي المسافة من هون لهون، هذه مقارنة سريعة. هون عندنا هذا التتراهيدرال، هذا مثال عليه، أعطانا 2 4 6 7 8، أعطانا بارامغنتيك والتتراهيدرال النيكل كلورايد. النيكل سي ان ما راح يعطينا التتراهيدرال، راح يعطينا سكوير بلانر. السكوير بلانر طبعا راح يكون بهذا الشكل، هذا دي اكس زد دي واي زد دي زد سكوير دي اكس واي دي اكس تربيع اكس واي تربيع، فلما نعبي الالكترونات طلعت دايماند، وبالتالي لاحظوا نفس المثل لكن بسبب اختلاف الليجند اختلف الشكل، واختلافه كمان الصفة المغناطيسية لهم أو الماجنتيك بروبرتيز. هون هذا السؤال عليها طبعا فسر لك، هون قال لك النيكل سي ان والسي ال ار سكوير بلانر، هذا السي ان والسي ال 4 تتراهيدرال ريسبكتيفلي، يعني هذا ريسبكتيفلي ويل ذيس كولكس بارام، اي رسم لك اياها واحلها هون. أن هذا يعني كريستال فيل سبليتنج ما بين معظم الأشكال اللي هي منتشرة على الترانزيشن ميتال، واللي هي سكوير بلانر، أخذنا إحنا أكتاهيدرال، أخذنا إحنا إيش كمان سكوير بلانر، هذا كله مشتقات الأكتاهيدرال، معلش هون كمان باي سبليتنج آر جيفن وذ ريسبكت تو دلتا أو. خلينا نشوف الأكتاهيدرال هو الأصل، ثلاثة هون اللي هي T2G واثنين فوق اللي هي EG، على اليمين لاحظوا البنتاغونال بايراميدال، طبعا
اكس زد وواي زد لتحت، والثلاثة ذول جهات لفوق. طبعا الفرق يعني تقريبا الاكتهيدرا الاعلى منه. هنا سكوير انتي بريزم يكون ترتيبه بهذا الشكل، سكوير باراميدال يكون ترتيبه بهذا الشكل، تريجونال، هذه كلها مشتقات من الاكتهيدرا. احنا فقط نحفظ الاشياء هاي اللي هي الثلاثة اللي اخذناها اليوم، اوكتاهيدرال، سكوير بلانر، وتتراهيدرال مقارنة معهم. بس هذول كلهن مشتقات تقريبا من الاوكتاهيدرال او قريبات من الاوكتاهيدرال، فعشان هيك حطهم كلهم شريحة. يعني هذه الشريحة للاطلاع فقط، لان احنا اخذنا هذا الترتيب دي اكس زد دي واي زد دي زد سكوير، وبعدين دي اكس واي دي اكس تربيع اكس واي، فرق شاسع هون ما بينها عشان هيك طلعت دايماريوتي. تمام، والاكتهيدرال عارفينها من المره الماضيه، الباقي فقط للاطلاع عشان تعرفوا انه في اشكال، وفي لكل شكل من ال 12 شكل اللي اخذناهم له كريستال في سبليتنج دايجرام مختلف عن الاخر. ايش هي كمان؟ هاي مقارنه ما بين هذه الشريحه، يعني تلخيص تقريبا. هذا فري ايون بيكونوا الفايف دي اوربيتال دي جينيريت، يعني متساوي في الطاقه. اذا كون لي تتراهيدرال ستراكشر راح يعطينا تحت الاي، طلعوا اي وفوق التي 2، كنا نشيل الجي لانه جراده مش موجوده في التتراهيدرال. التي 2 جي هون في الاوكتاهيدرال، في عندك اللي تحت اسمهم تي 2 جي واللي فوق اسمهم اي جي. السكوير بلانر حكينا انه اي شيء في زد بنزل لتحت، كل هذول فيهم زد كلهم نزلوا تحت، والاكس واي ظلت في مكانها زي ما هي، واكس تربيع اكس واي تربيع ظلت في مكانها بالنسبه للاوكتا هيدرال. ايضا هذه بسميها دلتا او، لان السكوير بلانر مشتق من مين؟ من الاوكتا هيدرال. في كتب تكتبها دلتا اس كيو اللي هي سكوير بلانر، نفسها لو حكينا دلتا او. فالمسافه ما بين هذا الاوربيتال وهذا الاوربيتال اسمها دلتا او، وهي المسافه ما اختلفت، اذا هاي دلتا كيو وتساوي دلتا او، يعني متساويات من حيث مقدار السبليتنج فيها. بس لحد هون بدي انهي المحاضره واعمل ميتنج اخر علشان العناوين ما تتلخبط عليكم. اوكي، اذا انهي وارجع، ترجع تدخلوا على الميتنج مره ثانيه، بس اخلص بس اوقف التسجيل.